السلام عليكم، خليكم معايا. طلع بس الشقة، الفيديو ده ملوش لازمة، يعني فهيهم ناس وناس لا. خش الضلمة، ضلمة ضلمة يا ساتر. ايوه انا خليكم معايا بس كده، في كام مشكلة، مش مشكلة والله، يعني شوية استفسارات كده الناس بتسأل عنها. نور في شبك، مفيش اهي، كرسي ضيق، شغل الكمبيوتر، اشتغل يا عم. حلو، اصل ما تقوليش بقى اعمل مونتاج وبتاع، لا مفيش مونتاج، هو كام سؤال كده وكام اجابه هنحلهم مع بعض. حلوه الاضاءه دي، الله. حاجه واقفه في زوري كده، في حد بيعمل حاضره في زوري، عمال يتم حاجه كده ملهاش لازمه. ريموت برضه مش عارف ايه. بقالك قد ايه يا بحبح ما بتعملش فيديوهات؟ بقالك 10 ايام ما بتعملش فيديوهات، 10 ايام، اكتر من 10 فيديو. اخر فيديو كان بتاع علي ويكا، ده اخر فيديو صورته بالكاميرا. الفيديو اللي كان من 5 ايام كان فيديو بتاع السنه اللي فاتت، اللي هو الصوفيه في رمضان، وكان محذوف عليه سترايك تقريبا، وعدلت عليه ورفعته تاني. معلش سامحوني، معرفش ارتجل. طيب في رمضان الوقت ضيق ضيق جدا جدا، يعني الكاميرا اللي بصور بيها اجيبها ولا نروح لها؟ نجيبها ولا نروح لها؟ نروح لها صح؟ لا نجيبها احسن، نجيبها هنا عشان تعلق طبعا على، لا النهار انا قلت الفيديو ده ملوش لازمه، يعني ايه هيفيد ناس وناس تانيه؟ لا بنعلقها هنا كده ونصور كده. هبقى احاول ان انا اشيل في المونتاج ده لو منتجت يعني، فلو كده سامحوني، معرفش عارف في حاجه واقفه في زوري كده. خلاص احنا صيام مش هينفع اشرب. العيب بقى اللي في الكاميرا بتاعتي مش عارف اصور، لان فيها كذا مشكله. هي بتشتغل، لكن بعد ما نشرت المنشور ان انا عايز اصلحها، في ناس محترمه ان شاء الله يعني قالوا هيتكفلوا بموضوع الكاميرا بعد رمضان ان شاء الله، تتصلح نجيب غيرها، مش عارفين لسه، ان شاء الله في التطورات. فالمشكله بقى اللي فيها ان انا بعد ما بصور ان ده بايظ. يا رب نعرف. ايوه ايوه بتاع ده اللي فوق، ده اللي فوق، بص ده كده، ده اللي بايظ. فكان فيه الشاحن اللي هو بيوصل للكمبيوتر وقع اتقطم، يعني العيب مش من جوه الكاميرا، في اللي بره بس. فخلاص تتغير بس، انت تتفتح وتروح التوكيل او يعني. رحت اصلحها، قال لي بيت الكارت عندك بيستعبط، فلو فتحتها هيجيب عندك بيت كارت. وقال لي عندك ال، قال لي البتاع دي اللي اسمه الشطر او مش عارف اسمه ايه، باين بقول اسمه شطر، شطر. قال لي الشطر فيه هنا كده اللي هو ده، استنى اهو، بص يعلق اهو اهو، هو المفروض يطلع وينزل مع بعض. قال لي المفروض لما بتفتح دي كده، دي بتفصل، فدي ما بتفصلش اهو. بص اهو، بص هو المفروض، المفروض في الكاميرا السليمه انك تضغط كده تجيب تطلع وتنزل، دي بتطلع والتكه الثانيه تنزل. ما علينا، مش مشكلتنا يعني، دي مش المشكله. المشكله ان هي بتصور، بعد كده اخرج الكارت من هنا احطه في ليدر كده، فطبعا الليدر في عندي واحد تاني لسه بايظ الاسبوع اللي فات، فجبت واحد تاني واشغل هنا كده واخد الماده اللي عليه على الكمبيوتر وابدا امنتج. المشكله اللي ظهرت بقى ان كل ما اصور يقول لي الكارت لازم يتفرمط، فالماده اللي عليه ابص عليها من هنا اشغل تظهر هنا وتشتغل، لكن مش عايزه تنقل. فقلت العيب في الليدر، جبت واحد تاني احيانا ينقل واحيانا لا، فقلت اصور بالموبايل. لقيت المشكله اصعب، ان انا انقل من الموبايل للكمبيوتر والجوده لقيت الموضوع صعب. قلت استنى بقى ان شاء الله بعد رمضان لحد ما نشوف موضوع الكاميرا. هي الموضوع مش كبير يعني، انا ممكن اقلم نفسي، ممكن اقلم نفسي على الموبايل زي الاول يعني، جميل خالص يعني. بس هي مشكلته ايه؟ في ان انا ما اتعودتش، ده هتلاقي الشاشه مربعه. حاولت اجيب الشاشه العريضه اللي هي مثلا لو عايز اعرض حاجه مش موجوده. انت عارف ايه، انا برضو ان انا ماليش في الكلام ده. تاني حاجه المايك،
اما قلت ان انا كنت عايز اجيب مايك جديد، فده الرود هندري ده هوريكم دلوقتي. ده المايك الرود ده معروف، بيجي معاه قطعتين واحيانا قطعه، فانا شاري اللي هو القطعتين اللي هي دي ودي. حلو. فده العادي ان هو ده بيبقى ده اللي بيتركب في الكاميرا، ده بيركب في الكاميرا كده، وده بتركبه هنا كده، والمفروض في فتحه هنا بيبقى فيها المايك اللي هي دي. ركز على دي كده، بس ده مش موجود، يعني دي المفروض مش موجوده هنا. يعني اللي عنده مايك زي ده، انا هحط لها في حته عشان تعرف تشوفها، اللي عنده مايك زي ده دي مش موجوده، دي بتاعت مايك ابو سلك. وانا فتحت دي طبعا، طلعت دي يعني على قد ما بقدر، يعني انا لازقها باتنين في واحد اللي هي دي كده اهو. فكيت انا دي وطلعت انا السلك بتاع المايك اللي باظ، وجبت الحته دي كده انا اللي عاملها والله يا جماعه دي كده، واشتغل. لكن الجوده بتاعت ده في هوا، في وش، في زنه بسيطه بشيلها في الاول، كنت بصور صوت حلو، ما لا بشيل هوا بقى ولا بتاع، حتى لو في حاجات بسيطه بيعدي. لكن دلوقتي بقى الموضوع بقى مختلف. قبل رمضان كان عادي، المشكله ياخد ساعه مش مهم لله، لكن في رمضان صعب، صعب ان انا اقعد اعدل في الصوره واعدل في الصوت، ده غير جمع الماده وموال كبير والله صراحه. فانا بشكر الناس اللي ساهمت في ان احنا نعمل اللي عايز يساهم في تجديد المحتوى، هنسيب لك الروابط اسفل الفيديو بالحاجات المتاحه، وصفحه الفيسبوك اسفل الفيديو. ونسأل الله القبول من الناس اللي وعدتنا بعد رمضان، نسأل ربنا ان هم يرزقهم الخير الحلال. وموضوع الفيديو اللي هينزل بقى في رمضان، في حوالي 10 15 فيديو الصوفية بتبلغ عنهم، في منهم قنوات تلفزيونية ملهاش علاقة بالصوفية عشان اكون صريح، في منهم حوالي 5 لهم علاقه بالقنوات التلفزيونيه، القناه التلفزيونيه هي اللي مبلغه عن الحاجه اللي انا واخدها منهم، بس برضه لها علاقه بالتصوف. يعني هم ايه، راحوا صوروا مع الصوفيه في مكان ونشروهم، فانا هاخد الحاجات دي استدل بيها على الصوفيه ان الحاجات دي انتم موافقين بيها وبتاع، وان ده تصوف اهو. لو ده مش التصوف ما كانش شيوخكم وافقوا ان هم يروحوا يصوروه. فالقناه هي اللي بلغت، ما اعرفش بقى ده امر من الصوفيه ولا لا، بس ما اعرفش. وفي 10 فيديوهات بقى خاصه ببعض الثلاث اربع مشايخ من الصوفيه، هم اللي مبلغين بصفحاتهم على الفيسبوك وعلى اليوتيوب، والتانيين اشخاص بقى بيبلغوا اللي هو ايه، محتوى يحض على الكراهيه، واخد بالك انت. في منهم اللي بيرجع الفيديو بقى 8 دقايق وانا مش عارف امنتجه ازاي، في منهم اللي بيرجع يجي، بس يا رب التليفون يكون بيجيب صوت، انا حتى مش موصل مايك ولا بتاع. ان شاء الله ان شاء الله، يعني ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يعني يكون في صوت. في منهم اللي بيرجع اللي هو ان انا بقدم اعتراض ان انا ليا الحق ان انا اخد جزء وعلق عليه استخدام عادل، وبيرجع زي الفيديو مثلا اللي هو بتاع الزار ده، اتبلغ عليه مرتين وبيرجع تاني، بس بعد ما بيتحذف او بيفضل بس بياخد ريتش ميت، اللي هو ايه، محطوط على القناه كده زي البيت الوقف، محدش هيش مش هيظهر لك الا اذا تخش على القناه وتكتب اسم العنوان والمش عارف ورقم البتاع يظهر لك، غير كده لا. فانا عدلت يعني عدلته وعايز انشره تاني، فهل انشر ولا لا؟ فيديو اللي هو العلاقة الزار بالحضرة، ازاي الزار تحول الى حضرة. في بعض الناس شافته، لان الفيديو كان جايب 18000 مشاهدة من سنة، بالنسبة لده مش ده اللي انا عايز اوصل له، انا اوصله لحد اكتر. يا رب يكون كلام مفهوم، انا بتهتت يعني صح؟ انا بحبكم في الله، انا كنت عامل بث مباشر، لكن للاسف للاسف يعني اكتشفت ان النت عندي هو سريع، سريع في التحميل، اللي هو ان انا احمل حاجه، اصفح حاجه او ارفع حاجه، لكن التحميل اللي هو الخاص بان انا اعمل بث مباشر لقيته ضعيف. يعني ان انا عشان احمل فيديو صاروخ ما شاء الله الله اكبر، لكن ان انا اعمل بث مباشر يعني ممكن تشوفني بعين واحدة أو تشويش في كل البسات. أنا كنت مفكر، كنت متخيل إن العيب في الموبايل، قالوا لي لا العيب في النت. أنا حتى جبت راوتر اللي هو الهوائي، يعني بدون سلك بقى، اللي هو الحاجة الخارقة
طلع برضه شمال. الله المستعان. فانا قلت اعمل فيديو كده اقعد اكلم نفسي كده لحد ما الفيديو يوصل لكم. فيعني ما اعرفش ان كان في ناس هتوصل لاخر الفيديو ولا لا. انا قلت الفيديو ده ملوش لازمه، فيديو ملوش لازمه. يعني انا بحبكم في الله، ويعني ما كنتش اعرف ان في ناس بتعد لي. يعني انا كنت برفع الفيديو في ناس مش هتشوفه، وفي ناس ما خدتش بالها ان هو مثلا من الفيديو السنه اللي فاتت، وفي ناس عرفت، الناس المتابعه صح يعني. وما اعرفش ان في ناس، يعني ده الناس دخلت على الخاص تقول لي انت بقالك 11 يوم ما نزلتش فيديو. لا ده انا منزل 7 فيديوهات ريلز. بقول لك لا، ده الريلز ده من الفيديوهات انت متقصقصها وترفعها لنا، ما احنا عارفين. لكن انت ما صورتش فيديو جديد غير بتاع علي ويكا اللي من 11 يوم. والله ما عارف كان من 11 يوم تقريبا، من زمان برضو. فسامحوني يعني ان انا ما هعمل ايه. طيب يعني بالموبايل صعب جدا 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 جدا، والبرامج اللي على الموبايل كلها عليها علامات مائية، فعشان ان انا والفيديو مش هيطلع جودة حلوة خالص يعني. ف عشان تمنتج فيديو يعني ده كده انا مش همنتجه، بالكتير ادخله مونتاج اقص كلمتين، انما عشان احط اضافات والوان وفيديوهات تانية وعلامه واشيل حقوق الطبع والنشر يبقى الموبايل مش هيرندر الفيديو خالص. فانا بحبكم في الله، يعني عطلتكم في رمضان 10 دقايق ولا 11 دقيقه ضاعوا من وقتكم في حاجه ملهاش اي لازمه. فانا بحبكم في الله والله. حبيت اعرف الناس بس ايه الموضوع. فنشكر ربنا اولا ان فينا نفس، وما ننساش ندعي لاخواتنا في غزه وسوريا والسودان وفي كل بقاع الارض، ان ربنا ينصرهم على من عداهم. انا بحبكم في الله، وعند الله تجتمع الخصوم. السلام عليكم.